تستقبل اليوم الاتحاد المونستيري خصم النجم الساحلي على ملعب مصطفى بن جنات في الجولة الثامنة من الدوري التونسي في دور بلاي اوف. لكي تشاهد المباراة اضغط فقط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تجد مباراة اليوم. سوف تلعب يوم الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس والساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل جديد هذه المباراة على قناة الكاس اتش دي واحد الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز على فريق الاتحاد المونستيري المصدف مباراة اليوم او فريق النجم الساحلي الضيف الثقيل اليوم؟